نحافظ على وطننا. هذا وطن لا يستحق الإنسان العيش في وطن لا يحميه. لا نستحق الحياة في وطن لا نحميه. وحب الوطن هذه من مقررات الدين. نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نحب ربنا وكيف نحب ديننا وكيف نحب وطننا وكيف تكون لنا غيرة في اسمين، غيرة على الدين والوطن، كما فعل أجدادنا الذين سجلوا يعني مآثرهم بماء الذهب عبر العصور. من أراد فليقرأ كتب التاريخ، والتاريخ أستاذ شاهد. اقرأ المقدمة، اقرأ ما كتبه شيخ المؤرخين رحمه الله الشيخ أبو القاسم سعد الله، وكذلك المفكر الجزائري الكبير مولود قاسم رحمه الله، رحمه الله الجميع. هؤلاء يعطون. والبارحة سمعت أحد العلماء الكبار يعني في المغرب يذكر علماءنا اسما في قرون سابقة، فقلت الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات. هؤلاء نجوم لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. إذن جزائرنا ولادة ولودة في العلم، حبر العلماء يشهد في الجهاد المقدس، كما تعلمون في الثورة المباركة الجزائرية أيضا دماء الشهداء، اختلطت دماء الشهداء بحبر العلماء. ولكن جميل أن نعتز بأمجادنا وبأمجاد أجدادنا، والأجمل من ذلك أن نبني أمجادا على أمجاد، ونقول للسابقين ما قاله ربنا في القرآن: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.